هو ايه موضوع كليوباترا ويوليوس قيصر ده؟ كليوباترا يا يحيى من صغرها وهي ملكة مختلفة وارتبطت بمصر اكتر من اي ملك بطلمي سبقها، لكنها حكمت في ظروف صعبة جدا. ليه؟ لان الدولة البطلمية كانت دايما في حروب مباشرة مع الامبراطورية الرومانية، وده اهلك الشعب اللي قاسى من الضرائب وعدم الاستقرار وضياع الاقتصاد. وفي وسط ده كله تولت كليوباترا الحكم. كليوباترا قررت تحكم بالسياسة والاقتصاد، يعني تعمل علاقات طيبة مع الدول المجاورة وتحاول في الوقت ده تكبر اقتصاد مصر، وفعلا قدرت تعمل كده لدرجة ان العملة المصرية كانت تساوي تقريبا عملة الامبراطورية الرومانية. والامبراطورية الرومانية كانت في الوقت ده هي الدولة العظمى واسعة الحدود، وكان بيحكمها مجلس مكون من 3 أمراء، كل واحد منهم كان بيحكم جزء من الامبراطورية الرومانية وبيوسع فيه كمان، وكان من الأمراء دول يوليوس قيصر اللي زار مصر وقابل ملكتها الجميلة كليوباترا وانبهر بعلمها وثقافتها فوقع أسير في حبها، وفعلا اتجوزوا وعملوا رحلة نيلية من الأسكندرية وحتى بلاد الحبشة وأنجبوا قيصرون الصغير. قيصرون؟ أنا أول مرة أسمع عنه. ده الابن الشرعي ليوليوس قيصر من الملكة كليوباترا، واللي خاف الأمراء الرومان من إنه يورث حكم الإمبراطورية الرومانية هو وأمه الملكة كليوباترا بعد محاولة انفراد يوليوس قيصر بالحكم، فقرروا التخلص منه. يبقى أكيد كانوا عاوزين يخلصوا من الملكة كليوباترا وابنها كمان. للأسف يا يحيى ده حقيقي، لكنها فكرت بطريقة مختلفة. فضولي أصور وأنا مطمن حبيبي. توكل على الله. ماشي، لما نشوف آخرتها. جاهزين؟ جاهزين يا أستاذ. كاميرا رولينج، ساوند رولينج، 23-2 أول مرة. أكشن. ما بالراحة على ودنا يا عم الحاجة يا ناقصة. يوليوس قيصر مات، يوليوس قيصر مات. هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ أيوة، أنا ههرب على الحبشة عند أهل أمي وأجدادي. هو الكلام ده صح يا أستاذ عصام؟ أنا أعرف إن كليوباترا أصولها مش أفريقية. أيوة يا ولاد، من الواضح إن المسلسل ده بيعملوه عشان يبوظوا تاريخنا ويشوهوا شخصية ملكة عظيمة زي كليوباترا. حد معاه دبوس يا بنات؟ أوه، أنا معايا. وأنا كمان. حلو قوي، هاتولي كل الدبابيس اللي معاكم. أو ممكن أنقذ نفسي وأتجوز أوكتافيوس شريك يوليوس قيصر في الحكم، أو أنطونيوس، وهم يحموني. لا بقى، ده كده عكوها خالص. لازم أشوف دلوقتي طريقة تانية. و واتس ذات؟ أي إيه ده؟ هو في إيه؟ أي إيه ده؟ أي أي لا، ده تهريج. اهربوا يا جماعة، اهربوا. الأستاذ قال اهربوا، يبقى تهربوا. وفي إيه؟ هي الناس دي جننت ولا إيه؟ وفي يا عثمان؟ أي هي ناقصة. اجري يا عثمان، اجري. أوه فين الإنتاج؟ إنتاج؟ رمي.